المباراة كانت صعبة خصوصا من الناحية البدنية، وتنظرنا انه اهم شيء انه واخدينا 3 نقاط. بالفعل كان لزام علينا نبداو بشكل جيد، يعني الفوز كان مهم، يعني المناخ صعيب شويه على الوليدات، نتاقلموا اكثر ونكون العطاء البدني ديالنا اكثر، لانه فنيا ومهاريا بينا على فترات بانه عندنا لا ميتريز، عندنا خصوصا السهوله في الوصول للمرمى، وعطينا لنفسنا الوقت انه مع تولي المقام هنا في اندونيسيا. للاسف باقي ما عندناش هذاك ليسبري القتال، ولكن هذا بروبر او ايضا لا كاتيجوري، نحاولوا نتغلبوا عليه ان شاء الله ونكونوا فعالين على المرمى، لانه في اجواء بحال هذه باقي شويه ديال الحماس اكثر من اللازم، يجب عليك تكون فعال في الفرص. بالفعل اول حاجه هو تدير لو كونستا ديال المباراه اليوم، نحاولوا ان شاء الله انه يوم قبل المباراه كما قلت لك نديروا التقييم البدني ديال اللاعبين، تاخذوا احسن القرارات ممكنه بالنسبه للفريق، يعني في المباراه الثانيه نحاولوا نخرجوا احسن 11 ايضا من ناحيه الطراوه البدنيه. اكيد مهاريا عندنا الامكانيات، تنخص بالذكر العلوي اللي عنده امكانيات كبيره، نتمنى انه ان شاء الله من هنا 3 ايام يكون في حاله جيده، شانه شان بعض اللاعبين ايضا.